الله، ايه المكان الحلو ده؟ الله، ايه الرائحة الجميلة دي؟ دي زهور العبير. الله، انا لازم ادخل الحديقة دي واشوف فيها ايه. ايه الورد الجميل ده بأشكاله بألوانه، والفل والياسمين، دي حاجة جميلة قوي. انا عمري ما شفت حاجة حلوة زي كده. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دي حديقة ورد، ايه اللي جابك فيها؟ انا حر، انا بحب ارطف الورد كتير والياسمين. هو كده؟ طب ليه كده؟ مش حرام عليك؟ ده الورد ده بيدينا طاقة جميلة ورائحة جميلة، بتحافظ على الحديقة. هو كده اهو، هقطعه كله. انا لازم اشوف معاك حل. طب تعالى اوريك حاجة، انا لو قطفت حتة من شنبك انت ايه اللي هيحصل لك؟ هتوجعني ومتقدرش تعملها. ماشي ماشي، هو الورد برضو اللي انت بتعمله ده فيه الورد بيعيط، وكل اللي انت بتعمله ده بتأذيه. حرام عليك بقى، كفاية كده. ازاي يعني؟ هو الورد بيتكلم ولا بيشوف ولا بيسمع؟ طب تعالى اوريك انت لما بتقطف الورد ايه اللي بيحصل. بس احنا قطفنا ورد اهي دلوقتي، حصل لها ايه؟ في زي ثمر بيخرج منها. طيب شفت الثمر ده؟ الثمر ده حرام عليك، هي دي دموع الوردة، ما تقطفهاش تاني، حرام، خليها تفتح تديها الربيع وتبقى جميلة. طب ممكن ما تزعلش مني لو شديت حتة من شعر فروتك؟ ماشي، بس ما تزيدش فيها قوي. حاضر، جرب كده. اي 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 اي، اللي انت بتعمله شفت ان انت بتأذي الورد، بلاش تعمل كده تاني، حرام. كل حاجة ربنا خلقها في الطبيعة اكيد بتحس. صح، انت كده خليتيني افكر، برافو عليك على المعلومة ديت. طب انت ايه اللي جابك الحديقة؟ انا جيت الحديقة كنت متضايقة ومخنوقة، فقلت اتمشى فيها، اشم الورد، اشوف الوانه الجميلة، اشوف الفراشات الملونة. الحديقة ديت اللي بتضايق بتديله راحة وطاقة، بتخليك مستريح جدا، والجنينة بتبقى خضرة وجميلة. عشان انا متضايقة ومخنوقة، فلما بضايق وتخيل اجي الحديقة، ينفع انت تقطفها وتخليها دبلنا؟ يعني هي كده، هي دي الحديقة، حديقة الورد. برافو عليك انك تديني المعلومة دي، صح كده. انا كنت غلطان، يا ريت اصحابي ما كانوا زي ما انا كنت بعمل. مع السلامة. حلوة النصيحة دي؟ اكيد حلوة، تعجبكم يا اصحابي. انا دلوقتي استفدت ان الحديقة ليها اهتمامات كتير اوي اوي اوي، انا مش هعمل كده تاني. باي باي يا اصحابي، باي.